السباعي بهي الدين السباعي من محافظة البحيرة كفر دوار. حضرت النهارده دكتور عبد المنعم ابو الفتوح، ما رايك فيه وهل طلعت بنتيجه مقنعه ام مرضيه او غير مرضيه؟ والله يا فندم هو الكلام اللي قاله الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح كويس جدا، وبالنسبه للميثاق اللي تعهد به طبعا ده شيء مرضي ويا ريت انه يتنفذ فعلا. يعني هتختاره؟ والله يا فندم لغاية الوقت الحالي ممكن نقول انما لو سمعت او لو حد اداني ميثاق افضل هنختار الافضل. اي خدمة. حنان محمد مصطفى والدة هناء. انا شغالة محمد حالي من ابو خدها خامة اسمي فلو. ايوه. والله هو طبعا الكلام كتير والكلام حلو ووعود كتير للولاد، احنا بنتمنى بس ان حد يبص لل 15 مليون المعاق اللي مالهمش اي حقوق، اللي مالهمش اي مهمشين خالص، ما حدش بيبص لهم. فالكلام كتير والوعود اكتر، ويا رب يا رب تكون على ان هو يحقق، يعني هو او غيره، يعني يبصوا للطايفة دي ويحققوا لهم ويبصوا لحقوقهم ويشوفوا هما محتاجين ايه ويعملوها لهم. يعني النتيجة النهاردة اللي انت هتروح الصندوق بناء على ايه النهاردة؟ يعني هتختاريه ولا مش هتختاريه؟ لا ان شاء الله نختاره، احنا الدكتور عبد المنعم معاه من زمان، احنا نختاره هو المرشح بتاعنا بإذن الله. انا هناء بنتي ودول زمايلها. شكرا شكرين لحضرتك. اسمك؟ محمد السيد عبد الوهاب الشيخ. منين يا محمد؟ محافظه البحيره مركز ابو حمص. جاي النهارده دكتور عبد المنعم مفتوح كان عامل مؤتمر لذوي الاحتياجات الخاصه، ايه اللي سمعته وهل اقتنعت بيه ام لا؟ اقتنعت ببرنامجه اكيد. اقتنعت البرنامج بتاعه، خصوصا ان هو بيقول ان مصر مش ملك رئيس او ملك المصريين كلهم، يعني المصريين اجمع، يعني معنى كده ان هو كل واحد هياخد حقه. انا قبل كده اصلا يعني ده ابو حمص اكترها مختاره بالنسبه لمركز ابو حمص، وبالنسبه لمحافظه البحيره برضه في ناس كده وفي ناس كده، بس هو برضه يعني ايه صيته جامد عندنا. الله يكرمك. السلام عليكم. تعرف عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. سمية بهاء نصر من محافظة المنيا ملوي، مدينة ملوي. النهارده المؤتمر بتاع الدكتور عبد المنعم طلعت بنتيجة ايه؟ هو أنا كنت جاية مقتنعة بيه ب 50%، كنت جاية عشان أشوف هو يعمل ايه، بصراحة ما كانش عندي أدنى شك إن أنا ممكن يعني أنتخبه، أو أنا كان عندي تردد بينه وبين المناظرين في الانتخاب. ففوجئت إن هو حاططنا في الصورة، وعنده برنامج وعنده فكر وعنده مشروع وعنده يعني هيعملها لنا. فحسيت ان كلامه يعني هيعمل، حسيت ان هو فعلا واحد هيعمل، مش كلام يعني كلام انتخابات والدنيا دي. والسؤال اللي سأله اللي هو انت في حالة عدم فوزك هل ستكمل الطريقة دي والمشروع ده، ولا عشان تعمل ده كله عشان انتخابات والدنيا دي وعشان تفوز وخلاص؟ فكان رده انا هكمل، يعني انا فرحت في الرد دون، وفي حاله عدم يعني هو قال ميثاق شرف ان هو فعلا انا معاكم، وان انتوا فعلا انا معاكم وهكمل معاكم سواء كنت رئيسا ام ما كنتش رئيس والدنيا دي. وفي حاله لو انا اخليت بالوعد ده والميثاق الشرفي دون، انتوا ليكم الحق تقولوا ان انتوا ان انت مش تنفع ان انت تكون رئيس، وان انت تكون يعني بصراحه اختاره بصراحه. شكرا.